مسؤولين كترسن وسارة دا وحبرشة صومالية وركعية وسيركة وسارة دا وحبرشة دا هده تعليم تسارية دالكا يا قاسماء قودة وسارة دا وحبرشة دا تليكو حقينك عيدن كبولسك صومالية ايا وحا يكاقب غلين مناسبات لغو سوحيري يمتحانك شهادي غاي دوكسيغ سارية دالكا قار كمد أعرضي دي كشي امتحان كشهادي غير دالكا ايا وحا اي كور بحيان سيدا يغفر حسيهين امتحان كي اقلان نتيجة في عنا اي كرجينيان الحمد لله مدرين كي قمات لما سوكو بكرو ايضا فرح سنة هاي مادام او مدو شن مالو امتحان كي سعودي الحمد لله سيو ناقنو يقول لما هذي حرجينا مير في عن انا كسو بحو او بوندوين بدن ان كسو جرتو حق على كل ما يسوبتو انيقا مرتب بدنا دتك سببتو عادتك دبك بدن يا ما انت عقبتك لكل ما مرتني عشان عبس عقبتك لكل ما درت مانت أجاسما قوت وسارة دا وحبرشة الصومالية محمد عابي حسن أيا شيغي إن وسارة دا وحبرشة الصومالية سير رسمي وقول ستاي إن سنة كيس ديدات إقوطو امتحان كشهادة دالكا بحاسو قبل قبابي سنة كيس ديدات وأي وزارة دا وحبرشة دا فدرالك الصومالية أو كاشانا يسا دولة قبلة دي وزارة دا وحبرشة دا يقول كبنادر اي مانتا اي 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 مانتا سوق بقبي سي امتحان كي امتحان كي مديسنا اي شهاده غا دوكسي سره او اكيس دي دادا كنت اركاس وقول وين دولت سمان اسو هيتي اركاس رونتي سامي وين او دنكا وناكسن اها اي وحكو سوكر دي سي تالي كو حوغين كي عيدن كي بوليس كي صوماليا اي اصنا وحا وحسي ان دنكو ذا اي ادو ادكيين امان كي اردي دي امتحان كي غشي صدن اي شنكم اردا دافسانا اي ماركت امتحان كي قيب غلان أهرين سهلن ماهن انتاس او قوبوت وحاسوها هي يعني عيدن كبليسك امن قودة اما قبل الله هذين نقطة يا هذين مقالة ما عركت مقدشان نقطة انتبا مدن وسير وحان هذيقا يو سارد وحبرشادة سيدي عن نورش قيسين وعيدن كبليسك ما عركت وقعان سيسين أدبين كغم هاد علينا هي ugu dambeyn ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka Cabdullaahi Carab ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay ku guuleysatay qabashada imtixaanka dugsiga sare ee dalka horta arday dhaawac ma jiro sida anaga booliska ay baalkii maxallay noo sheegeen arday dhaawac ma jiro arday wax noqdayna ma jiro ayagu baalkii maxallay dhahayay mobile waxba laga qaaday ay ka buuqeen wixii booliska xalliyay wax problem oo yimid male waagii hore qishka gudaha baalasiis khadmaan sanadkan waxa yimid dagaal aan mobile idinkii dadka wax qayb qaatay inaad bulshada aad tustaan meelaha mobile-yadu lagu watay sanadkan kaliya kama maqnaan waligeed maba gelin ba waligeed nalba gelin laakiin wad hadal baa socda in manaj kala mideeyo maamul goboleed laba shir baan qaadanay shir saddexaad waa noo dhiban yihiin oo insha Allah wasaaradda leadership-ka iman doona si wadi doonan si manaj kara loo mideeyo sababtu waxa weeye Puntland waxaad ogtiin mar hore shaqo soo bilaawday Aamin Haaj Hussein Maxamed Raadiyaha Telefishinka Qaranka Soomaaliya Muqdisho.